مرحبا بكم في لافونغو مونديال. نحكيو توا على المجموعه السادسه في مونديال قطر. نلقاو فيها المنتخب العربي منتخب اسود الاطلس الى جانب منتخبات قويه كرواتيا بلجيكا وكندا. نحكيو على المنتخب المغربي في مشاركته السادسه في المحفل العالمي يحاول يتجاوز احسن نتيجه كان عملها وهي بلوغ الدوره للثمن النهائي عام 1986. اربع المشاركات السابقه كان اكتفى منتخب المغرب بدوره المجموعات لكنه يطمح في نسخه قطر باش يقدم دوره تاريخيه في ظل النتائج الايجابيه اللي حققها في الزوز مواسم الأخيرة في ظل احتلاله المركز الثاني إفريقيا خلف السنغال والأول عربيا ويعول خاصة اللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية. نحكي على الحارس ياسين بونو والمهاجم يوسف النصيري يلعبوا مع فريق إشبيليا الإسباني إلى جانب ظهير البي اس جي أشرف حكيمي. منتخب بلجيكا في مشاركته رقم 14 يحاول تكرار إنجاز النسخة الأخيرة في روسيا ونحرز المركز الثالث وعلاش لا التتويج مرة أولى في تاريخه. قائمة نارية للاعبين يتقدمها المايسترو، قائمة نارية للمنتخب البلجيكي يتقدمها مايسترو السيتي كيفن دي بروين ومهاجم الإنتر روميرو لوكاكو. المنتخب الكرواتي شارك المرة السادسة في تاريخه من أحسن النسخ اللي كان قدمها في مونديال 1998 ونوصل للدورة للنصف النهائي وانسحب قدام المستضيف منتخب الفرنسي 2-1. يرجع بعد 20 سنة ويقدم أحسن نسخة في تاريخ مشاركته واللي كانت في روسيا 2018 ونوصل الدورة النهائي وخسر مع المنتخب الفرنسي 4-2. المنتخب الكندي هو المنتخب اللي باش تكون حظوظه معقدة برشا باش يتجاوز عقبة الدور الأول يشارك المونديال المرة الثانية في تاريخه. أول مشاركة ترجع 36 سنة التالي بالضبط في نسخة 1986 وكان خرج من الدور الأول.